سمعوا سمعوا يما سمعوا، أنا بقول لكم شيء. الموضوع اللي صار إحنا كلنا غلطنا فيه، إيه كلنا غلطنا. أنت غلط لأنك تسرعت، وأنا بعد غلط، كان المفروض ما تسرع. كلنا تسرعنا، وأنا بعد ما قصرت مع الصبي. يما وليد الله يرضى عليك، قبل الموضوع يتم بيننا احنا الثلاثة، ما أبي أبوك ياخذ خبر. تعرف أبوك الله يهداه عصبي ومعاه القلب، وهذه سويرة لو سمعت السالفة بتقعد الزن 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 فيه. وأنت عارف أبوك، أبي ليه الظهر عشان نتغدى نقعد كذي ونسولف ونضحك، ما كنا شيء صاير زين. وأوصيكم الله يرضى عليكم يما، زين حبايبي، الله ما يحرمني منكم إن شاء الله. منك يما، أبي كدير بالك على أختك زين. هلا أختي مريم، هلا. أنا بخير، أساك بخير الحمد لله. إن شاء الله إحنا على موعدنا إن شاء الله. إن شاء الله. بس أوصل البيت أتغدى وبدل ملابس وأجي إن شاء الله. على خير على خير. فما الله فما الله. أبوكم بي الحين مثل ما تبصيتكم زين؟ ضحكة وجهك فردين. هلا هلا والله، هلا بالطش والرش. هلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما شاء الله اليوم متجمعين على الغداء. العادة في واحد مترجع عشان ينزل يتغدى معانا. سارة وينها؟ سارة بدارها. تخيل انا سويت الغداء، لا رضت تنزل معاي ولا رضت تساعدني ولا سوت شيء. بس 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 خلاص. ابدل ملابسي وانزل. تبي ساعدك؟ قاعدي. ما ادري ايش عاجبه فيها السعر. ما رضى يتغدى الا هي موجوده. حسبي الله عليها. وانتي بعد ضحكي شوي. واي لو ما الله ستر كان صارت جريمة في البيت. إيه انزين يلا مع السلامة. هلا أحمد حبيبي شلونك؟ سمعت تقولين جريمة. أي جريمة؟ ماكو شيء، بس أنا كنت قاعدة أكلم رفيجتي نسولف على رفيجتنا الثانية، صاير عندها مشكلة في البيت. بس انزل، انا ببدل وبنزل اتغدى. يلا انزل. لا معلي سامحني، اليوم معدتي قلبها علي وتعبانه، ابريح. بتريحين. انزل انا ببدل. انزين يعني ليش ما تبدل هني؟ ايش معنى؟ صح انت صح، ابدل. بس يما بس. ساكتين اليوم، ايش عندكم؟ صاير؟ لا بعد عمري ما في شيء، سلامتك. ماكو شيء، بس انا من شوي كليت قبل الغداء. شاهد ايش فيك؟ ما فيني شيء يبا. قول ايش فيك؟ ما فيها شيء بعد عمري، انا اقول لك، انا اقول لك. انا قبل شوي زفيتها، قول لي ليش؟ ليش؟ لا ترضى تذاكر، لا ترضى تبطل الكتاب، لا تدري عن هوا دارها، حاطه العطور خلطات، احمر على اخضر على اصفر وكلها خلطات فاشه، عشان كذي زفيتها، زفيتك ولا ما زفيتك؟ ملابس جاهزة؟ اي بعد عمري، حتى دلاغاتك كويتهم لك.
اللهم لك الحمد والشكر. حسبي الله عليكم، حسبي الله عليكم من عيال، ما وراكم الا الغثا. زين زين كذي حتى الاكل ما كمله. صدقيني يا شهد، ترى انا مالي ذنب اللي صار. شلون يعني مالك ذنب؟ مو انت اللي شيشتيني وخليتيني اروح اكلمه؟ اول ما صارت المشكله على طول اختفيتي. انا ما اختفيت، انا ايش دراني بيصير هذا كله؟ انا رحت غرفتي ناسي تليفوني هناك، رحت اجيبه وصار اللي صار. معقوله انا اتخلى عنك بنفس هالموقف؟ وخصوصا اني انا اعتبرك مثل اختي الصغيره اللي انا احبها، وانا دائما اشوف نفسي فيك، اشوفك مثلي وحيده ومالك احد. سامحيني شهد اني ما قدرت اوقف معك، خصوصا انت تدرين اللي بيني وبين امك بعد، اذا تدخلت في الموضوع راح تزيني الطين بله. ما كان بيدي حل اني ادش غرفتي وادعي من الله ان الله يستر عليك. صراحه هذا اللي كان انا اقدر اسويه. بس الحين سامحتيني؟ خلاص عاد صافينا. تدرين شو اللي حارقني اكثر من اللي صار؟ الاطراق اللي كلام مشعل من امي. هو ما له ذنب، يعني الحين اشيل من بالي فكره انه يحبني او يفكر فيني بيوم من الايام. خيرة يا شهد، اللي صار هذا كله خيرة. ما تدري يمكن الله يرزقك بواحد أحسن منه أفضل منه. بس أنا وايد خايفة. من شنو بعد؟ خايفة إن أبوي يدري. وخير يطير، خلي يدري. مشكلة وصارت، إيش بيسوي لك يعني؟ بيعاقبك، بذبحك، ولا بيحذفك من فوق؟ أنت ما تدرين أبوي شنو ممكن يسوي إذا درى. خالتي اسمحي لي، إذا درى أبوي أنا مضطرة إني أقول إنك أنت اللي شيشتيني وخليتيني أروح عنده. ها؟ لا 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 طبعا لا، ابوك اصلا مو ضروري يعرف بهالمشكله اللي صارت. ايش وين نبهتني على هالنقطه؟ ولا كان انا متحمسه اول ما بشوف احمد بركض اقول له على اللي صار. اخ يا فرحه ما تمت، ما راح اقدر اتكلم. رأيت ان 40% من حالات التسمم بتنبع من المطبخ، وان الاسهال الوقتي هي الاعراض سبب الامراض الجراثيم زي السالمونيلا. كريم أقول لك يا موليد، أنا عقب ما قعدت مع أختك وتأكدت من كلامها عرفت إن ما في شيء بينها وبين ولد عمك. الحمد لله والشكر. الحمد لله يما، الحمد لله. الله يبشرك بالخير إن شاء الله. أي مولي، بس عاد في مشكلة عودة لازم أنا وأنت نشوف لها حل. مشكلة؟ شنو يما خير؟ المشكلة يما مش على ولد عمك. أنا وأنت مسحنا بكرامة الأرض، ما خلينا طق وطقيناه، بهدله وبهدلناه، ولا انا اللي اعطيته طراق قلبت وجهه فوق تحت. احنا لازم نعتذر منه. الله يرضى عليك، ابيك الحين تدق عليه تقول له كلمتين حلوين شي طيب خاطره، تعتذر منه وتقول له امي تبيك. يلا يما، الله يرضى عليك. ان شاء الله ان شاء الله يما. حاضر حاضر عدل. يا ربي والله ماني عارفه، ماني عارفه ايش اقول حق الولد. وعلي طق وطقيناه بهدله وبهدلناه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طبعا احنا غلطنا بحقه، لازم نعتذر يما. ايه ها بس قاعد يرن. ما يرد عادي، رجع باكر دق عليه، واذا ما رد حاول مره واثنين وثلاث. ايش نسوي؟ الله يسامحني انا وايد عصبيه، وايد عصبيه. لا عصبت شوي ما اعرف الابيض من الاسود. ما عليه ما عليه، انا اكثر منك بعد. ايش اسوي؟ حسبي الله على ابليس.